معجنات في الشتاء ليها طعم تاني، هنعمل شريك بالسكر شكله وطعمه خرافة. بص التوريقة والسكر حاجة محتاجة كوباية شاي. كوباية لبن رايب دافي، ممكن نستخدم لبن عادي، معلقة صغيرة خميرة، 3 معالق صغيرة سكر، وندوبهم في بعض. بعد كده نسيبهم لمدة ربع ساعة في مكان دافي. بعد كده هننزل بنص كيلو دقيق، تقريبا 3 كوبايات وربع. الكوباية ديت بتاخد 150 جرام. الكوباية التانية، الكوباية التالتة، آخر حاجة ربع كوباية، زودين عليهم 2 معالق كبار، 3 معالق صغيرة حليب بودر، ربع معلقة صغيرة ملح، ربع كوباية زيت. بعد كده بياض بيضة. بعد كده نبدأ نعجن العجينة. كده لمت معانا، محتاجناش نزود ولا دقيق ولا مية ولا حاجة، نغلف العجينة برشة دقيق. بعد كده هغطي العجينة واسيبه في مكان دافي لمدة نص ساعة. هندهن صينية الفرن زيت، ريحنا العجينة لمدة نص ساعة. نديها رشة دقيق. بعد كده نقسمها الكرات. بنجيب الكرة نبدأ نشكلها. الطرف نخليه تحت. بعد ما بنرصهم في الصينية بنغطيهم ونسيبهم في مكان دافي لمدة ساعة. بعد ما سيبناها تخمر هندهنها بصفار بيضة ورشة فانيليا ومعلقة حليب. بنرش على وش السكر ونوزعه كويس، مش عايزين نرش السكر، نسيبها بعد ما تخرج من الفرن ندهنها مربى. هندخلها فرن 200 على الرف اللي في النص لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هنشغل الشواية تاخد لون من فوق. بعد ما تطلع من الفرن هنغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق.